Thank you from Reuters. Foreign Minister Wang, China has so far not permitted any foreigners to visit its islands in the South China Sea, including foreign journalists. This has given the world the impression that perhaps China is trying to hide something in the South China Sea, or that perhaps its claims, or that perhaps the Chinese government is not confident about its claims in the South China Sea. Foreign Minister, is China trying to hide something in the South China Sea? When will you permit foreigners to visit your islands there? And especially, when will you permit foreign journalists to visit? Thank you. 我是路透社的记者，中国政府不允许外国人，包括外国记者。 الأجانب خاصة الصحفيين الأجانب بجزر خافي باحث جنوبي ويترك ذلك انطباع بأن الصين غير واثقة بنفسها أو الصين تتبع شيئا هل هذا صحيح؟ متى سوف تسمح الصين بالأجانب والصحفيين الأجانب بزيارة جزر خافي بحر الصين الجنوبية؟ 我看首先还要是把我们在南海问题的基本立场再向你讲一讲，你就会理解我们现在所奉行的政策。南沙群岛是中国的固有领土，只要是炎黄子孙都守土有责。我们从来没有，也不会提出新的领土要求。 قبل إجابة على سؤالك أود أن أشرح موقف أساسي للصين في صدد بحر الصين قضية بحر الصين الجنوبي. إن جزر الواقعة في بحر الصين الجنوبي أراض أصلية للصين، وعلى جميع أبناء الشعب الصيني مسؤول على حمايتها، ولن تطرح الصين أي طلب جديد لكسب أراضي جديدة. هذا是国际法赋予的自保权和自卫权。中国不是在南沙最早部署武器的国家，也不是部署武器最多的国家，更不是军事活动最频繁的国家。现在大家都在谈论军事化。 但是我想，军事化这顶帽子扣不到中国头上，有更合适的国家可以戴。In building defense facilities on our own islands and reefs, China is actually exercising the right to self-determination and self-defense on the international shore. يمنحها قانون الدولي، والصين لا تعتبر أول دولة لنشر أسلحة في جزر بحر الصين الجنوبي وليس أكثرها، ولا أكثر دولة تردّدا. بالنسبة للعملية العسكرية في تلك المنطقة، هذا اللقب غير مناسب للصين، وإنما مناسب لدولة أخرى. 更多的是民用设施，是向国际社会提供公共产品。那么这些设施正在建设的过程当中，等到将来设施建设完成、具备了条件之后，我们当然会考虑并邀请各方面的记者，包括外国的记者，能够到这些岛礁上。 إن المنشآت الدفاعية التي تبنيها الصين في تلك الجزر ليست دفاعية فحسب، بل معظمها مدنية تقدم منتجات عامة للجمهور. وعندما تنجز الصين إنشاء تلك المنشآت فستضع الأطراف المعنية بما فيهم الصحفيين الأجانب لزيارات تلك الجزر والمنشآت. أريد أن أتحدث عن 自由的航道之一。
我在这里想提醒的是，航行自由不等于横行自由。如果有人想把南海搅浑，把亚洲搞乱，中国不会答应。我想本地区绝大多数的国家也不会允许。 I also want to talk about كذلك أقول إن الحرية الملاحية التي تسعى الصين إلى حمايتها بصفتها أكبر دولة معنية ببحر الصين الجنوبي، وتعتبر تلك المنطقة أكثر طريق ملاحي سلامة وحرا في العالم. ويجب أن أشير إلى أن الحرية الملاحية لا تساوي تصرف كما تريد. زعزعة الوضع في تلك المنطقة لن تسمح له الصين ولا توافق عليه الدول معظم دول المنطقة أيضا. ترى都关注南海存在的一些分歧，我还想介绍一下利用这个机会，中国为维护南海的和平稳定，我们所做的各种积极的努力。 中国专门设立了中国东盟海上合作基金，陆续开展了40多个合作的项目。我们还在积极推进南海行为准则的磋商，也就是 COC 的磋商。那么已经形成了两份共识文件，推动商谈进入到一个重要和复杂问题的新阶段。我们还主动提出啊。 要制定海上风险管控预防性措施，尤其是我们提出要尽快设立两个热线，一个热线就是海上紧急事态外交热线，还有一条热线呢是海上联合搜救热线。我想这些实际上都充分地展示了中方的诚意。当然，这些努力。 由于个别国家的干扰阻挠，那么进展的不是那么迅速，但是我想，中国完全有能力，也有信心，同东盟国家一道，我们共同来维护好南海的和平发展大局。谢谢。 While people may be more focused قد يكون البؤرة ترتكز على الخلاف بقضية بحر الصين الجنوبي، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لتعريفكم بسياسة الصين للحفاظ على سلام واستقرار المنطقة. قد أنشأت الصين مع دول آسيان صندوق التعاون البحري، وأجرت أكثر من 40 مشروعا، وقد دفعت الصين عمليات تشاور حول مبادئ التصرفات في بحر الصين الجنوبي، وبلورت وثيقتين مهمتين، وطرحت كذلك بادرت الصين في طرح فكرة إنشاء وثيقة الوقاية والسيطرة على المخاطر البحرية، وأنشأت خطين ساخنين، واحدة هي مواجهة الطوارئ البحرية والأخرى عملية إنقاذ البحري، مما يظهر نية صدق الصين لحل قضية بحر الصين الجنوبي. ولكن بسبب تشوش بعض الدول إن هذه العملية تشاور لن تتقدم بسرعة.